معانا في الاحتفاليه دي النجم الكبير وليد توفيق. نحكي الحدوته من الاول يا ابو وليد، انه انت عارف انه مصر بتحتفل ب 6 اكتوبر. اكيد، وده نصر لينا كلنا، ده نصر لكل العرب وفخر لكل العرب. لما كلمناه وقلنا له بنعمل احتفاليه ل 6 اكتوبر قال لنا اجي لمصر على رموش عينيا. على رموش عينيا. ده حصل طبعا، ده انت قلته بص. بالنص، وهيشوفوها فيديو كمان على نفس المحطة وكل المحطات. عملت أغنية جديدة للمناسبة دي. قابلنا في الأردن قلنا لازم نعمل أغنية بإذن الله احتفالا بهذا النصر العظيم، نصر لمصر ولكل العرب اللي هو انتصار 6 أكتوبر. النجم وليد توفيق في أغنية جديدة خصيصا في مناسبة 50 سنة انتصارات أكتوبر. يباركوك الحبايب. يباركوك الحبايب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.